من استوديو الأخبار إلى بلاطو النقاش، الجزائر مباشر تحليل لأهم الأحداث الوطنية والدولية وتتابعون فيه اليوم. في الحدث إشادة واسعة بجهود الجزائر في مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطينية خلال الاجتماع التشاوري لوزارة الخارجية العرب بنيويورك. وفي دولياتنا في المغرب احتجاجات غير مسبوقة تنذر بانفجار على الأبواب وسط سخط شعبي كبير ضد التطبيع والمطبعين. وفي دولياتنا أيضا تصعيد صهيوني خطير على لبنان ومناشدة دولية لاحتواء الوضع في المنطقة. متابعي القناة الثالثة الإخبارية، أهلا بكم إلى الجزائر مباشر. كما جاء في العناوين، نشاط مكثف كان للسيد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، أين شارك في نيويورك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد سنويا على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسمح اللقاء بالتشاور والتنسيق حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعضاء أو على جدول الأعمال الجمعية العامة وبحث مستجدات الأوضاع. كما شارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في الطبعة 19 من النقاش الأكاديمي السياسي الذي ينظمه معهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط. وقد سمح هذا النقاش الذي شارك فيه وزراء وشخصيات بارزة من العالم العربي والفضاء الأوروبي بإجراء تبادل صريح للرؤى حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. كما ثمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمن ثبات موقف حركة عدم الانحياز في مناصرة القضية الفلسطينية. كما سيكون للسيد أحمد عطاف كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأمن والسلم في أوكرانيا والذي سنتابعه بعد قليل. سيكون لنا نقاش مستفيض حول هذا النشاط المكثف للسيد وزير الخارجية مع ضيفي هنا في البلاطو. أسعد باستضافة كل من البروفيسور علاء والعايب أستاذ القانون العام الدولي، مرحبا بكم أستاذ. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. شكرا على تربيتها. أيضا يحضر معنا أيضا البروفيسور توفيق أبو قعدة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بكم أستاذ. مرحبا أستاذ أحمد وشكرا على الدعوة. شكرا على تلبيتها. أيضا أبدأ معكم أستاذ توفيق أبو قعدة بالحديث عن هذه النشاط المكثف للسيد وزير الخارجية. الظاهر أن كل نشاط السيد وزير الخارجية انصب في نقطة واحدة وهي نصرة القضية الفلسطينية. الجزائر حتى في أحداث مثل هذه وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تنفك تركز على جمع ربما أكبر عدد ممكن من الدول التي تساند موقف الجزائر إزاء القضية. أستاذ توفيق مقاعدة، أكيد أن الجزائر على مدار 9 أشهر منذ توليها منصب بمجلس الأمن، منصب منتخب بمجلس الأمن غير دائم، تعمل على مساندة ودعم القضية الفلسطينية في كل المنابر سواء داخل الأمم المتحدة أو الوحدة الأمم المتحدة أو كذلك في مختلف المؤتمرات الدولية، وكذلك قامت السياسة الخارجية الجزائرية بعديد من لقاءات بمختلف الفواعل الدولية من أجل
ضرورة الدفع بوقف إطلاق النار وكذلك تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. نعم. كذلك في هذه الدورة التي تعتبر دورة مهمة للقاء العديد من الفواعل الدولية والإقليمية وكذلك الدول الصديقة والشقيقة، تعمل الدبلوماسية الجزائرية من أجل كذلك التباحث والبحث عن الأطر المناسبة لمواصلة دعم القضية الفلسطينية ولإسراع كذلك في وقف إطلاق النار. أعتقد بأن ما تقوم به الجزائر هو يدخل في إطار المبادئ الدبلوماسية التي رفعت من أجلها خلال مرحلة عضويتها في مجلس الأمن وكذلك قبلها بما نعرفه عن مبادئ الدبلوماسية الجزائرية. هذه اللقاءات الثنائية أعتقد بأنها مهمة جدا لأنه يجب التحرك في عديد من المستويات وليس التركيز فقط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أبانت الوقائع بأنهما أصبحا عاجزتين على التصرف في وقف إطلاق النار، ولابد من البحث عن أطر أخرى وأدوات أخرى للضغط. جيد، استسمحك أستاذ توفيق بقعدة، ننتقل المباشر إلى نيويورك وكلمة السيد وزير الخارجية والجيري الوطني بالخارج أحمد عطاف في مجلس الأمن في جلسة خاصة بسمو الأمن بأوكرانيا. على درب تهدئة الأوضاع والتخفيف من وطأتها واحتواء انعكاساتها وتداعياتها وما يزيد من حدة أسفنا أن شح المبادرات الدولية الجامعة وعقم التحركات الدبلوماسية الهادفة لتغليب لغة الحوار وإحلال السلام صارت اليوم صفة لصيقة بكل ما يطال هذا النزاع من تعقيدات وتفاقمات، في حين أن منطق الأمور يؤكد يوما بعد يوم أن تداعيات ومخلفات هذا النزاع لها من الخطورة والجسامة ما يحتم عدم الاستكانة لمنطق الأمر الواقع وعدم الخضوع والاستسلام للعراقيل أين كانت طبيعتها أو للعوائق أين كانت مشقتها. إننا نعتقد تمام الاعتقاد أن الموضوع المطروح أمامنا اليوم لا يصح البتة وصفه بالصراع محدود النطاق أو المفعول أو الانعكاس، فهذه الحرب قد كبدت الطرفين الروسي والأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والمقدرات وفتحت الأبواب واسعة أمام مأساة إنسانية مكتملة الأركان، وهذه الحرب قد أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات والتعقيدات منذ الحرب العالمية الثانية، وهذه الحرب قد طالت بأصدائها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية جميع بقاع المعمورة التي تأثرت ولا تزال تتأثر بها في ظل ما خلفته من أخطر أزمة في منظومة الأمن الجماعي وفي ظل ما صار يلازمها من استقطابات وتجاذبات في العلاقات الدولية. إن هذه الاعتبارات قد شكلت في مجملها بواعث المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للوساطة بين طرفي النزاع روسيا وإوكرانيا، ومبلغ مقصدنا في ذلك كان ولا يزال البناء على ما يجمع الجزائر بهذين البلدين الصديقين من علاقات متميزة ومتجذرة في أرضية صلبة من الثقة والتفاهم والتعاون، وتوظيف هذه العلاقات في سبيل تقريب وجهات النظر والعمل على تجاوز الصراع بالطرق السلمية. ولذات المقصد انخرطت بلادي بشكل جدي في المساعي الحميدة التي باشرت بها مجموعة الاتصال العربية غادات نشوب
الصراع، فقناعتنا تبقى راسخة من أننا أمام حرب لا رابح فيها والكل فيها خاسر، ما دام هناك أرواح تزهق وشعوب تهجر وبنى تحتية تدمر واقتصادات تقوض وأمن إقليمي ودولي يتعرض للتهديد المباشر والمضر للجميع على أكثر من صعيد. وبذات القدر نظل مقتنعين تمام الاقتناع من أن إنهاء هذا الحرب وإطفاء فتيلها لا يزال في مقدور واستطاعة المجموعة الدولية إذا ما تم توفير الشروط اللازمة والمناخ المناسب لنجاح أي مبادرة دبلوماسية تسعى لتحقيق تسوية تنال قبول طرفي النزاع والتزامهما بتجسيدها. ومن هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل إطلاق مسار تفاوضي شامل وبناء، مسار يهدف لتحقيق حل سياسي وسلمي للصراع، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا، ومسار ينأى بطرفي النزاع عن منطق الغالب والمغلوب، لأنه لا غالب ولا مغلوب في حرب بين بلدين جارين لهما تاريخ مشترك طويل من تشابك المصالح والروابط، ومسار يرتكز على المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى شرعية القانون الدولي، لأن هذه المبادئ وهذه الشرعية هي الحكم الفصل بين الدول الأعضاء في منظمتنا الأممية. وأخيراً وليس آخراً، مسار يضع نصب أولوياته معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته وإحاطة الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة، لأن هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المنشود والمطلوب والمتطلع إليه عاجلا من طرف كل من يضع أمن هذا البلدين الصديقين واستتباب الاستقرار فيهما فوق أي اعتبار آخر. وهذا هو الحال بالنسبة لبلدي، وشكرا للسيد الرئيس. أشكر صاحب السعادة السيد. إذن كانت هذه هي كلمة سيد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال هذه الجلسة المخصصة لموضوع السلم والأمن بأوكرانيا بمجلس الأمن، والذي عاد فيها لموقف الجزائر ومبادرتها من أجل إيجاد حل سياسي كما قال السيد الوزير للأزمة الروسية الأوكرانية. عدوا إلى ضيفية هنا في البلاطو أستاذ علوى العايب، الحدث يفرض نفسه، مدام السيد عطاف شارك في هذا اللقاء الخاص بمجلس الأمن والمخصص للسلم والأمن في أوكرانيا. السيد عطاف تحدث أنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع، هذا الصراع الذي قال السيد الوزير أنه لم يعد صراعا محدود النطاق، وعاد فيه أيضا لمبادرة الجزائر من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة الروسية الأوكرانية. وسلام الله والعافية. هذا دليل حي على أن الجزائر وبدبلوماسيتها الفعالة وعقيدتها الدبلوماسية الثابتة تقف دائما مع القضايا العادلة أولا ومع السلم والأمن في الكرة الأرضية. وأوكرانيا وروسيا ليست دول عربية ولا إسلامية، والجزائر سمعنا هذه الكلمة في أن المنتصر في الحرب هو دائما منهزم كذلك، لأن الحرب دائما نبدأها ولا نعرف كيف ننهيها، وبالتالي الرابح في الحرب نقوله خاسر لأن فيها أحداث دموية، مآسي، مدنيين، تدمير إلى آخره للطرفين. وبالتالي من خلال هذه الكلمة لاحظنا العلاقات الطيبة
للجزائر مع كلا الطرفين، رغم أننا لدينا علاقات طيبة جدا مع روسيا عبر التاريخ، من أيام ثورة تحريرية إلى الآن عندنا علاقات متميزة مع الاتحاد السوفيتي سابقا ومع روسيا حاليا، ولكن رغم ذلك شفنا الجزائر تقف موقف متساوي من طرفين. نعم. قالت بأنها دائما روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة. نعم. ورئيس أوكرانيا وجه رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية كذلك مؤخرا، وتطلع لإقامة علاقات طيبة مع الجزائر، وإحنا عندنا علاقة طيبة معهم. ونقول هنا بأن الجزائر كذلك أنها تتبنى مبادئ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وكل حركة عدم الانحياز، كل المنظمات الإقليمية والدولية والعالمية، الجزائر تتبنى هذه المبادئ، وعلى رأس هذه المبادئ حل النزاعات الدولية بطرق سلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الدول. نعم. والعلاقات التي تقوم على أساس ندية وعلى أساس الاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة. وأن الجزائر لا تتكلم فقط عن القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية حاليا والقضايا الأخرى، ولكن دائما الجزائر يعني كان لها باع طويل في الكثير من النزاعات سواء في إفريقيا أو في آسيا. جميل. وحتى في أمريكا، ولا ننسى دور الجزائر في تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران 1980، ودور الجزائر والمرحوم محمد صديق بن يحيى، وأمريكا ما زالت تعترف بهذه الخطوة، وكذلك دور الجزائر في دخول الصين الشعبية نفسها إلى مجلس الأمن سنة 1972 بفضل الجزائر ودعم الجزائر والصينيين أنفسهم. ونزرت الصين وحدثونا عنها وما زالوا يعترفون بهذا الجميل، لأن الصين كذلك من أولى الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وبالتالي لنا علاقات طيبة مع كل الأطراف، والجزائر لها تقاليد في هذا المجال. تقاليد، هذه التقاليد تقوم دائما على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وتغليب الحل السياسي. لا أكيد الحل السياسي دائما، وقال بأن الحل بين لا منتصر ولا منهزم في الحرب الروسية الأوكرانية، والحل يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا. جيد. وهو مطلوب كذلك في قضية الشرق الأوسط. جيد. سنعود إلى الشرق الأوسط. القضية اللبنانية كذلك. نعم. سنعود إلى الشرق الأوسط بعد قليل. أستاذ توفيق بقعدة، سيد الوزير، نعرف جيدا أن الحرب الروسية الأوكرانية ربما تعقدت كثيرا منذ اندلاعها، إلا أن سيد أحمد عطاف قال أن لا يجب الاستكانة كما قال والخضوع للعوائق، وأنه يجب معالجة الأسباب الجذرية لهذه الحرب، وأن الحل لا يزال قائما ولن يكون إلا سلميا. كيف يمكن اليوم للجزائر أن تبادر وأن تكون مبادرتها واحد من هذه الحلول أستاذ توفيق؟ أكيد أنه حتى بالنسبة للروسيين عندما يعرفون الأسباب الحقيقية للحرب، لا يرون بأن أوكرانيا وما يقوم به الرئيس الأوكراني والحكومة الأوكرانية هي السبب الأساسي للحرب، بقدر ما يرون بأن الاستراتيجيات والتصرفات الغير متزنة للولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي للحرب، من خلال وضع صواريخ على مقربة من الحدود الروسية، وكذلك التنصل من العديد من الاتفاقيات المرتبطة بالصواريخ وغير ذلك. وبالتالي فالتعريف الأساسي للصراع هو صراع روسي غربي وليس صراع روسي أوكرانيا، وأن أوكرانيا ربما دفعت إلى هذه الحرب دفعا من خلال رغبتها في الانضمام إلى الناتو ورغبتها أيضا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. لازال الروس يعترفون بأن الأوكرانيون هم جزء أساسي من الأمة الروسية، وأن الإمبراطورية الروسية أصلا كانت موجودة، بدايتها كانت بأوكرانيا. بالتالي في تصوري أن أكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دائما السبب الرئيسي في عديد من الصراعات في المنطقة وفي العالم، وأنها تستثمر في حالة الفوضى التي يعيشها المجتمع الدولي منذ نهاية الاتحاد السوفيتي من أجل تعزيز مصالحها، وكذلك فرض الأمر الواقع على جميع الأطراف في العالم. عن وساطة أكيد أن الوساطة الجزائر كانت من دول التي دعت إلى الوساطة
ببساطة، وسواء بصفة منفردة أو كذلك مع المجموعة العربية بعد القمة العربية من أجل التواصل بين الطرفين. لكن للأسف الشديد أن حجم الصراعات والتدخلات الدولية في هذه الحرب وكذلك أبعادها لم تتسنى لهذه المبادرة أن تثمر وأن تعرف طريقها الحل. لكن مع ذلك الجزائر لا زالت ترافع عبر المنابر الدولية بأن يكون الحل لهذه الأزمة هو عن طريق الحل السياسي والخيار السياسي، وأن الاقتتال بين أبناء الأمة الواحدة لا يمكن أن ينتصر فيها أي طرف على طرف آخر. وهذه كلمة مفتاحية في تقديري التي ربما سوف يتعمل مجموعات أخرى. ونحن نستمع اليوم في الأمم المتحدة هناك مبادرة جديدة، مبادرة برازيلية صينية تم طرحها للتباحث والتدارس بين الطرفين وضرورة جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات، لأنها هي السبيل الوحيد لإنهاء حالة الاقتتال الذي استمر أكثر من سنتين ونصف، ولم أن الطرف المستفيد أكثر هو طرف الولايات المتحدة الأمريكية، سواء أوروبا التي خسرت كثيرا في سواء في علاقتها مع روسيا وإمدادات الغاز، وكذلك بالنسبة لأوكرانيا التي تم استنزاف كل طاقتها وحتى مجهوداتها الاقتصادية تم تعطيلها. وبالتالي فأكيد أن على الطرفين أن يعي جيدا بهدف الصراع وأبعاد الصراع والمستفيد من هذا الصراع من أجل كذلك إدراك الحقيقي، وصول إلى نقطة إدراك طبيعة الصراع للبداية في الحل. جيد، نعود الآن إلى نشاط الوزير الأول اليوم وبالضبط في الاجتماع الوزاري الخاص بحركة عدم الانحياز، أين ثمن السيد الوزير ثبات الحركة إزاء القضية الفلسطينية؟ نتابع هذا التصريح. نسجل ونثمن إسهامات حركة عدم الانحياز، هذه حركة وبالرغم من كل الضغوط المساومات التي تعرضت لها تظل وفية لخطها الأصيل وثابتة في مواقفها المبدئية الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية، وبالخصوص وهذه القضية تمر اليوم بأحلك مرحلة من مراحل تاريخها المعاصر على الإطلاق. أمام وضع كهذا لا نملك خياراً آخر غير مواصلة الجهود وتكثيفها للدفع بأولويات المرحلة الراهنة من وقف إطلاق النار بغزة وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه. جيد، بروفيسور علاء العايد، الآن إلى أي مدى، ما هو وزن، ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها حركة عدم الانحياز أو يقدمها ثبات حركة عدم الانحياز إزاء القضية الفلسطينية؟ والله إن نعود قليلا، 1973 كان هناك قمة في الجزائر حركة عدم الانحياز ترأس الرحلة وارب ومدين. حركة عدم الانحياز كان للجزائر وما زال وزنا كبيرا وثقيلا في هذه الحركة، وبالتالي استغلت الجزائر هذا الوضع في 1973 وذهبت إلى عقد دورة طارئة للجمعية العامة في أبريل 1974 بدفع وبدعم من حركة عدم الانحياز. أصبحت الجزائر تشكل ثقلا ووزنا كبيرا على المستوى الدولي والعالمي بفضل حركة عدم الانحياز آنذاك ومجموعة 77 كذلك. ماذا حدث في الجمعية العامة الأمم المتحدة في الدورة الطارئة لأبريل 1974؟ بومدين لقى خطابا بالعربية لأول مرة في الجمعية العامة، وبالتالي أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة 1974. ثانيا أن الجزائر أدخلت ياسر عرفات لأول مرة إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة وألقى خطابا هو كذلك البندقية وغصن الزيتون المشهورة. هذه من مكاسب حركة عدم الانحياز، وبالتالي اليوم العودة إلى حركة عدم الانحياز هذا إحياء لتراث وقوة لهذه الحركة السياسية على لكي تصبح وازنة. لأن لاحظنا نتيجة لتسلط الدول الكبرى المالكة لحق الفيتو خاصة الدول الغربية، بالمناسبة لما الاتحاد السوفيتي انتهى في 1989 وانتهت الثنائية القطبية وجاءت الأحادية القطبية، كان من الاتفاق بالصريح عدم تمدد الحلف الأطلسي 1 إنش كما نقولها سنتيمتر شرقا،
وخرقوا هذا، والأمريكيين أنفسهم اعترفوا بهذه الحقيقة. نعم. لأن كان في الاتفاق عدم تمدد الحلف الأطلسي، وبالتالي روسيا عندها الحق في أنها، لأن لا ننسى أحداث كوبا 1961 والصواريخ كوبا، أزمة كوبية. نعم. لأن الأزمة الكوبية الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك اعتبرت كوبا حديقة خلفية، وبالتالي الصواريخ الروسية كانت قريبة، وكنا على وشك حرب عالمية ثالثة، وبالتالي من حق يعني هذا فيما يخص الملف الأوكراني. نرجع إلى الملف الفلسطيني، القضية الفلسطينية العادلة في حركة عدم الانحياز، أن الجزائر دائما تدافع على حقوق، ليس لأنهم عرب ومسلمين، ولكن لاحظنا الحمد لله اليوم يتدخل في أوكرانيا وزير الخارجية، والجزائر رئيس الجمهورية لما زار روسيا عرض وساطته، وبوتين قبل مبدأ هذه الوساطة، ولكن يبدو أن هناك إجراءات يعني في طريق ممكن تتاح الفرصة، لأن الجزائر عندها مصداقية. لا نقول بأن روسيا كبيرة وأوكرانيا كبيرة والجزائر دولة صغيرة، ولكن يأتي دائما يعني يمكن أن يوجد في النهر ما يوجد في البحر، وبالتالي الجزائر عرضت بكل مصداقية وبكل صدق وبكل شجاعة يعني رأيها في الوساطة، وعبرت عنه الآن أمام مجموعة سبعة حركة عدم الانحياز وفي الجمعية العامة وفي في 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 الملف الخاص بأوكرانيا، في أن الجزائر دائما من أجل حل سلمي وسياسي، وأنه لا حل أمني مهما كان، لأن لو كانت الحلول الأمنية مجدية لبقي الاستعمار في الكثير من الدول في العالم. جيد. أستاذ توفيق أبو قعدة، السيد أحمد عطاف تحدث عن أن هناك بعض الأطراف وبعض الجهات حاولت أن تساوم، أن تبتز حركة عدم الانحياز إزاء القضية الفلسطينية، إزاء موقفها تجاه القضية الفلسطينية. اليوم نجد أن مجلس الأمن لم يستطع أن يجد حلا لهذه القضية. بالنسبة إليك، هل الظروف اليوم متوفرة لأن تلعب حركة عدم الانحياز دورا يمكنه أن يغير موازين القوى أستاذ توفيق بوقعدة؟ لأن كما قال الأستاذ علاوي العايب في السبعينات، حركة عدم الانحياز لعبت دورا، ربما كانت هناك ظروف، لكن اليوم الظروف تغيرت أستاذ توفيق بوقعدة. أكيد أن الحديث عن حركة عدم الانحياز في 1973 والتي نشأت أساسا من الصراع بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية مختلف تماما عن حركة عدم الانحياز في زمن الراهن، خاصة وأن الكثير من الدول التي كانت فاعلة في حركة عدم الانحياز أصبحت منحازة لأحد الأطراف وأصبحت دولا وظيفية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المراهنة على حركة عدم الانحياز في هذا التوقيت هو فقط من أجل أن تكون منبرا للمرافعة للقضايا العادلة ولها القضية الفلسطينية. لكن في تصوري أن حركة الانحياز لا تمتلك أول الأدوات الفاعلة التي يمكن من خلالها أن تجعل من قراراتها أو حتى مواقفها لها صدى في واقع الأمر، ونحن نشهد أن الأمم المتحدة وما تمثله من ضمير الجمعي للإنسانية فشلت في أن تحقق سلم الأمن، سواء في الحرب الروسية الأوكرانية أو كذلك في الحرب الاحتلال أو ما يسمى بالإبادة، أنا أسميها الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. بالتالي أعتقد بأن هذه المنظمات يمكن أن تفعل الفاعلين فيها الذين لا زالوا على نفس المبادئ ما يسمى بالحياد الإيجابي، في ضرورة أن توسع دائرة الضغط على الفواعل الدولية التي لا زالت تعمل على إبقاء الحرب دائرة في هاتين في سواء في روسيا وأوكرانيا أو كذلك في غزة. بالتالي يمكن أن تتشكل رؤى من خلال المشاورات التي يقوم يقودها وزير خارجية الجزائري وكذلك أطراف فاعلة وكذلك الرئيس جنوب إفريقيا، من أجل البحث عن مخارج للضغط على الفواعل وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، من أجل أن يقوم هذا المجلس بالوظائف المنوطة به والوظائف التي أوكلت له من طرف الجمعية العامة، وضرورة الدفاع عن مبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة. لكن مع ذلك لا يمكن أن تنكر لأدوار مثل هذه المنظمات، سواء منظمات الاتحاد الإفريقي أو كذلك جامعة الدول العربية، على الرغم من الأدوار السلبية التي تقوم بها وعدم قدرتها على
أن تبادر بما هو متاح لها من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، لكن تبقى مثل هذه الهيئات هي منابر يجب أن تستخدم من أجل المرافعة للقضية الفلسطينية ولأجل كذلك المبادئ التي نسعى إلى تكريسها من خلال المواقف الدائمة للجزائر، وبالتالي للضغط أكثر على الفواعل الرئيسية في مجلس الأمن وفي العالم. جيد. أستاذ علوة العيب، نذكر فقط أن يوم 27 سبتمبر فيه جلسة طارئة دعت إليها الجزائر في مجلس الأمن من أجل القضية الفلسطينية. الجزائر في كل مرة، وكما قالها سيد بن جامع، سنعود ونطرق الأبواب. نعم، قالها عدة مرات. هذا سندفن موتانا ونعود إلى نطرق الباب. نعم. إذن هذا الإصرار أستاذ علوة العيب أكيد له بعد سياسي، بعد دبلوماسي، لكن هناك من يقول أن هذا الإصرار له حتى بعد قانوني أيضا. أستاذ علوة العيب، كيف ذلك؟ والله الجزائر أولا تعترف بالهيئات الدولية الإقليمية والعقائدية والعالمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة حاليا. نفتح قوس هنا، منذ حوالي أسبوع سيد رئيس الجمهورية في كلمته عن بعد في قمة المستقبل التحضيرية كان قال لا بديل لنا عن الأمم المتحدة. صح، لا بديل لنا، نحن نعترف تمام الاعتراف بالأمم المتحدة، ولكن هذه بقوة. ولكن الأمم المتحدة ممثلة خاصة في مجلس الأمن، وتفضيل المصالح الفردية للدول الكبرى هذه على المصالح العالمية الكبرى، خاصة تهديد السلم والأمن الدولي، جعل الجزائر ترافع لإصلاح هذه المنظمة. هذا الإصلاح ماذا يعني؟ أن مجلس الأمن وصل إلى انسداد ديدلوك نتيجة الاستعمال المفرط للولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وعندما يقع انسداد هكذا، المفروض أن الجمعية العامة تحل محل مجلس الأمن استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلام اللي يصدر في 3 نوفمبر 1950 في الحرب الكورية، ما يسمى Uniting for Peace Resolution. يعني أن الجمعية العامة عندها المادة 11 والمادة 99 من ميثاقها، يمكن الجمعية العامة إذا رأت بأن هناك تهديد للسلم والأمن الدولي أن تتدخل. ونعرف الأمين العام في الحرب في غزة أنه طلب من أثار انتباه مجلس الأمن للتدخل استناد المادة 99. نعم. يعني حوالي عندها 4 أشهر أو 5 أشهر. وبالتالي نحن الآن في أمس الحاجة لإصلاح المنظمة، خاصة مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بالفيتو. يا إما فيه سيناريوهات كثيرة لا داعي للدخول فيها في وقت الحالي. نعم. ولكن استعمال المفرط من الناحية القانونية، لأن القضية الفلسطينية وهي أم القضايا في العالم، يعني مرت بصدر بشأنها قرارات كثيرة ابتداء من 1947 إلى الآن لم ينفذ ولا قرار منها، لم ينفذ. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية كما قال الأستاذ، يعني حاربت حتى المحكمة الجنائية الدولية وابتزت الدول التي تدخل ستعاقب، ويعني صرحوا في الكونغرس في مجلس الشيوخ الأمريكي أن المدعي العام كريم خان إذا أصدر مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو وضد غالانت فإنه سيعاقب. صحيح. كيف يا أخي تعاقب؟ هذه محكمة الجنائية الدولية مش تبع الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية تبع الأمم المتحدة، ولكن هذه مستقلة. كما يعني الوقاحة في العلاقات الدولية أحدثت اختلالا وعدم توازن في العلاقات الدولية، وبالتالي في منظومة العلاقات الدولية سواء من ناحية السياسية ومن ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية من جميع النواحي. وبالتالي إصلاح الأمم المتحدة من شأنه أن أن أن, أن أن يقضي على هذا الشرخ الكبير. نعم. في النفاق والدوبل ستاندار والكيل بمكاييل كثيرة فيما يخص القضايا العادلة في العالم وعلى أصل القضية الفلسطينية. فكيف والآن لبنان؟ يعني تصور يعني دولة مارقة، نظام فاشي، يعني العالم كله شفنا في صربيا، شفنا في كوسوفو،
شفنا في كرواتيا. نعم. أنا عايشين في العالم هذا. توقفوا وضربوا صربيا، ضربوا بلغراد، الحلف الناتو كلهم، ولما تجي القضية الفلسطينية ولما تكون قضية عربية لا، هذا شأن آخر، قضية إسلامية هذا شأن آخر. إذا لابد من إصلاح، من إصلاح الأمم المتحدة، وعدم إصلاح الأمم المتحدة والعياذ بالله يؤدي إلى انهيار الأمم المتحدة كما انهارت عصبة الأمم. عصبة الأمم انهارت لأنها فشلت في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبالتالي إذا استمر الوضع هكذا نقول في رأيي أن هذه المنظومة مآلها إلى الفشل وإلى الانهيار وإلى الانهيار، وبالتالي يتعين على الكبار ما يسمى البيج برودرز. نعم. هذا الإخوة الكبار عليهم أن يفكروا جيدا جيدا فيما يقومون به، وعدم تفضيل مصالحهم الضيقة على السلم والأمن الدوليين. وأنا نقول باللي مثلا إصلاح الأمم المتحدة القرارات الملزمة تتخذ في الجمعية العامة وليس في مجلس الأمن. هذا مع أن الجمعية العامة منذ عدم إلغاء الفيتو. أوكي، لأن درك إصلاح الأمم المتحدة نقول لكم من الناحية القانونية مستحيل، لأن إصلاح الأمم المتحدة يكون بموجب قرار، وهذا القرار خاضع للفيتو، يعني من المسائل المهمة، يعني دائرة مغلقة سيركوي فيرمي، وبالتالي إصلاحها الوقت الحالي مستحيل. إذن علينا الجمعية العامة أن تلعب دور، وأن اللي يتخذ القرار في الجمعية العامة ومجلس الأمن عليه أن يرسل قرارات الجمعية العامة دائما. الجمعية العامة منذ أيام فقط اعتمدت قرارا لإنهاء الاحتلال. نعم. في فلسطين في مدة عام، استنادا 124 دولة، استنادا إلى الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية 19 جويلية. صحيح. وهذا إذن هذه حاجة مهمة جدا. إذن أنا كجمعية العامة المجلس الأمن وقعت في انسداد، وأنا كذلك مسؤولة، وهذه هي روح المجتمع الدولي، هي الجمعية العامة، وهم أرادوا لها أن تكون تداولية ديليبراتيف أورغان، يعني ما تتخذش قرارات ملزمة، ولكن كاين حالات يتخذ فيها قرارات ملزمة، ولكن الآن التجنيد يجب أن يعني نخرج من مجلس الأمن ونروح للجمعية العامة، لازم تجنيد كبير في الجمعية العامة حتى يتغير الوضع. إذا لم يتم إلغاء الفيتو وهذا مستحيل، إذا نرجع أن القرارات الملزمة تتخذ على مستوى الجمعية العامة، لأن 188 دولة أو 190 دولة ما تغلطش. احنا نقول ما اجتمعت أمتي على ضلالة، فكيف أنا 190 دولة تبقى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقط درس الدوال، يعني عندك لنا إسرائيل والولايات المتحدة وبقية العالم بعض الجزر تعال يخلينا هذوك فنيتو. جيد أستاذ علاوة العايب، شكرا على هذه التوضيحات القانونية. أستاذ توفيق بقعد، الآن كما قال أستاذ علاوة العايب يجب الحشد، يجب أن نعود دائما كما قال سيد بن جامع. مؤخرا كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أبدت أنها ليست ضد أن يكون لإفريقيا مثلا مقعدين في دائمين في بدون فيتو، بدون فيتو، وكان بدون فيتو قال لك لا يكونوا بصح بدون فيتو. إذن وكان شيء لم يكن، لما يكونوا دولتين إفريقيتين بصح الشرط ما يكونش عندهم حق الفيتو. لا قوسا سير سماك اللي راهم عادي، يعني ما عنده حتى قيمة. أستاذ بقعد، الآن ما هو السبيل اليوم لإصلاح هذه الهيئة؟ أعتقد أن الحديث الآن في حال تعدم وجود الثقة بين الدول والفاعلين في العلاقات الدولية لا يمكن الحديث بالمطلق عن إصلاح الأمم المتحدة أو إصلاح مجلس الأمن. لاحظنا في السنوات الأخيرة هناك العديد من مشاريع القوانين التي تحدث واجتمع واتفق عليها الكثير من الخبراء الدوليين على كيفية أو الطرائق التي يمكن من خلالها إصلاح الأمم المتحدة حتى يمكن أن تكون أكثر لديها الأدوات والفاعلية أكثر في الحفاظ على الأساس الذي وجدت من أجله، وهو الحفاظ على السلم الأمن الدولي ومساعدة الإنسانية على تجاوز مختلف العوائق والأزمات التي تواجهها. لكن للأسف الشديد أن اللاتقة التي يطبع الآن المسرح الدولي والفاعلين في العلاقات الدولية والذين لديهم حق النقد في مجلس الأمن لا يمكنهم أن يتنازلوا بهذه الطريقة السهلة على مكاسب يدعون بأن لديهم الحقية وأنهم لديهم الأفضلية حتى في وجود الأمم المتحدة ذاتها، وأن مؤتمر فرانسيسكو وغيرها من المؤتمرات هم الذين دعوا إليه وهم الذين ساهموا في التأسيس لهذه المنظمة. لذلك أعتقد بأن النضال الآن في أصبح في الجمعية العامة كمنبر، أقول كمنبر الذي يمكن من خلاله أن يسمع صوت كل المظلومين على مستوى الأمم المتحدة، يجب أن الإبقاء عليه والمراهنة على ضرورة إحياء الضمير الجمعي للإنسانية. أنا في تصوري أن ما يقوم به سيد بن جامع في مجلس الأمن
هو ليس صوت الجزائر فقط وليس صوت المنطقة الإفريقية فقط وليس صوت العرب فقط، هو صوت الضمير الإنساني، وأنه دائما ما بكلماته وبما يقوم به في نشاطاته المختلفة في مجلس الأمن هو يعبر عن ما يطمح إليه أي مواطن في أي معمورة في هذا البلد، أن يكون هناك العالم أن يعيش في سلام وفي أمن وفي ازدهار وفي ما توفر لك كل المساواة في ظروف الحياة. وأعتقد أن كلمته التي دائما ما كانت فيها خيبة أمل، خيبة أمل الجميع الآن أصبح يعبر عن خيبة الأمل. لو نطلع على كلمات من تقدموا إلى حد الآن على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، صحيح. كلهم يرون بأننا أصبحنا عاجزين على تحقيق السلام، أصبحنا عاجزين على أن ننقذ الأطفال الأبرياء الذين يتم ردمهم تحت الأنقاض من طرف هذا الإجرام الصهيوني، أصبحنا عاجزين حتى أن نعبر عن إنسانيتنا. وهذه كلمات مسجلة متوقع ومسموعة من طرف الجميع، لكن يبدو أن الصوت الذي يسمع هو فقط صوت الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل، والتي لازالت الآن بايدن يتحدث عن مشروع للسلام وعن تفاوض وغير ذلك، وهو من خلال ما يقوم به الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 7 أشهر هو الإطالة والاستمرار في قتل المدنيين دون أن تقدم أي خطوة فعلية وعملية من أجل فرض الأمر الواقع على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل. وبالتالي يجب أن نقولها دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس طرفا مساعد على التفاوض، وليس طرفا، بل هي شريك في القتل والإجرام الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الآن. جيد، ما دمت تتحدث عن لبنان سيكون لزميل سليم حمادي بعد قليل الاستفاضة في هذا الموضوع، حتى ندخل إلى لبنان مع زميل سليم حمادي بعد قليل ساعة. لو العيب الهيئات الأممية فشلت في حفظ السلم والأمن في فلسطين، هل سيكون نفس المآل بالنسبة إلى لبنان أو أنها هي قضية واحدة؟ قضية واحدة، بارك الله فيك. شوف، فيما يخص الفيتو، برك لما نرجع من الناحية القانونية، أن هذه الدول مالكة للفيتو. عندما أنشئ الفيتو لأول مرة في مؤتمر يالطا 1944 و45 احتجت الدول، كان عددها 51 دولة، احتجوا. قال لك لماذا هذا؟ قال لك لا والله احنا الإخوة الكبار وحنا نحافظ على السلم والأمن، نوعدوكم، مكتوبة في الترافو بريباراتوار، العمل التحضيرية تاع سان فرانسيسكو تاع ميثاق الأمم المتحدة. أولا عدم الإفراط في استعمال الفيتو، هذا في الاندرستاندينغ. ثانيا، الدولة التي تكون طرف في النزاع ليس لها الحق في التصويت، هذا الاندرستاندينغ كذلك. ونشوف احنا الولايات المتحدة الأمريكية في قضية نيكاراغوا 1984 كذلك، الاعتداءات تاع الكونترا اللي حبوا يديروا، يعني ودات نيكاراغوا كانت طرف واستعملت الفيتو. نعم، طرف واستعملت الفيتو. الان في القضيه الفلسطينيه هي طرف، القضيه الفلسطينيه الولايات المتحده الامريكيه طرف مباشر، وحتى في حرب الاوكرانيه طرف مباشر، يعني ان الناتو طرف مباشر ضد روسيا. وبالتالي اذا استمر الوضع هكذا ممكن ان الوضع يكون خطير جدا. باختصار، حتى ننتقل حرب عالمية ثالثة. نعم، باختصار، حتى ننتقل الى الملف الدولي على لبنان فقط. باختصار، شو القضيه اللبنانيه والقضيه الفلسطينيه وكل قضيه الشرق الاوسط هي قضيه واحده. لما يتعلق الامر بهذه الدول الولايات المتحده سيفشل مجلس الامن مره اخرى، اكيد يفشل. وبالتالي انا نقول لك نرجعوا آخر كلام، نرجعوا القضية الفلسطينية إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن، لأن أخرجوها القضية الفلسطينية منذ أوسلو، أخرجوها من رواق الأمم المتحدة حتى انفرد بها الكيان الصهيوني، لأن قال لك خلاص الأمم المتحدة رفع يدك، احنا درك نتفاهم مع الفلسطينيين ونديروا مفاوضات. هو كذب في كذب. وبالتالي يجب إرجاع، ونادت الجزائر بهذا، هذا ما تعمل إرجاع عليه. القضية الفلسطينية إلى رواق الأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن. جاي، والخروج من هذا التفاوض العبثي الذي يقوم به هذا الكيان الصهيوني المراوغ. جيد، بروفيسور علاء العايب أستاذ القانون العام الدولي، شكرا لكم على الحضور وعلى هذه الإفاضة. شكرا لكم بروفيسور توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لكم أيضا على هذه المشاركة. أكثر تفاصيل حول الملف اللبناني والمغربي أيضا مع زميلي سليم حمادي بعد فاصل قصير.
مرحبا سليم. مرحبا بك سيد أحمد، مرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم في النافذة الدولية التي تأتيكم هذه الليلة من برنامج الجزائر المباشر، والتي سنتناول فيها بالحديث والتحليل حول ملفين: الملف المغربي والاحتجاجات المتواصلة، وكذلك الاعتداء الصهيوني على الشقيقة لبنان، حيث تتواصل الممارسات الوحشية للمخزن ضد أبناء الشعب في عديد المدن المغربية في دوس صارخ على القوانين والأعراف الدولية. أقول إلى ذلك، قالت مجموعة العمل حول حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أن الدورة 27 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري في الصحراء الغربية ستبحث ابتداء من اليوم مسألة الاختفاء القسري في الصحراء الغربية، حيث سيخضع المغرب لأول مرة للتقييم الدوري. المزيد في التقرير التالي. سطوة رجال الأمن هؤلاء وحقدهم المصبوب صبا على رأس هذا الشاب يلخص فصلا من فصول الوضع داخل المغرب. اختار هؤلاء الشباب أن يلقوا بأنفسهم في مجاهل المتوسط ومخاطره على أن يتأبطهم شرطي أو تطاردهم هراوة البوليس المخزني. انا راه كنقز حدا امي، ملي كنشوفها ما عندها ما تاكل وما كاين لا خدمه، وكندخل ومقلقه وكاعيه عليا وما كاين لا خدمه لا والو، راه والله ما نمشي ما نمشي وما لقاش الخدمه، ونعيط لها نقول لها راني لاباس وبعيد عليها وما نجلسش حداها وكتموت عرق بعرق. ليس لهؤلاء الشباب ذنب سوى انهم جهروا بامانيهم، واماني هؤلاء ان يعيشوا بكرامه في بلدهم الذي عبث به الخزنيه يمينا وشمالا، وصارت الكرامه فيه لا ينالها الا ذو حظ عظيم. المسؤول اخويا هما ذوك الناس، راه قهرونا اخويا وحق الرب العظيم يشحشوم، راه عيينا والله يشعينا قسما بالله. حظ لن يدرك الا بعد ركوب قوارب الموت، أو أن يكون هؤلاء الشباب في قعر البحر، وذاك الخيار السيء الأفضل مقارنة بالعيش في ظل حكومة المخزن. الوضع في المغرب يزداد سوءا يوما بعد يوم، ضيق العيش واستحالة الحصول على رغيف الخبز المتواضع أو شربة ماء أخرج ولا يزال الألاف إلى الشوارع. التطبيع وضع أحرار المغرب في حنق شديد، إذ لم تعد مؤسسة داخل البلاد إلا واخترقها الكيان، والأسوأ ما تعيشه الجامعات التي خرج طلابها رفضا لاستهداف الصهاينة وعرابيهم برامجها التدريسية. نظام المخزن ما يفتأ كل مرة إلا وانخرط في فضيحة جديدة، ولعل أكبر فضائحه أنه حول البلاد إلى أرض غير قابلة للعيش بكرامة، يقول أحرار المغرب. إذن الوقوف بالتحليل حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف هنا في الأستوديو الدكتور حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا سليم، شكرا على الاستضافة. كما شاهدت وكما سمعنا، الوضع في المغرب لا يبشر بالخير. الاحتجاجات متواصلة خاصة ضد التطبيع، الاحتجاجات لا تتوقف في عديد المدن المغربية. ببساطة شديدة، المغرب إلى أين؟ أنا أعتقد بأنه عندما نتحدث عن هذه الاحتجاجات فنحن نتحدث عن ذروة التراكم الذي يحصل اليوم في المغرب نتيجة لجملة من المعطيات، جملة من التراكمات ذات الطبيعة السوسيو اقتصادية. لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى من الرغبة في الفرار التي نراها في المغرب، في شمال المغرب نحو مليلية ونحو سبتة الإسبانيتين، إلا إذا كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي فعلا على نحو يدفع الشباب للاختيار إما بين الموت أو البقاء في المغرب أو ربما النجاة عن طريق الهجرة. إذن أنا أعتقد بأنه ما نراه اليوم، بالإضافة طبعا إلى السبب المعلن والظاهر والمعروف، وهو طبعا مناهضة التطبيع ورفض التطبيع المخزني اليوم مع الكيان الصهيوني، رفض هذه التزكية غير المعلنة لما يرتكبه الصهاينة في غزة وفلسطين، فإن هناك أسباب أخرى في اعتقادي هي من طبيعة كما قلنا اقتصادية اجتماعية، تؤكد بأنه اليوم وضع المغاربة وخاصة فئة الشباب منهم هو وضع مزري اقتصاديا، لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، وبالتالي صرنا نتجه نحو مثل هذه السلوكات التي فيها نوع من المغامرة، لأنه عندما تختار
خيار المظاهرات أو خيار المواجهة مع النظام، مع العلم بأنك يعني بصدد نظام أمني بالدرجة الأولى، فهذا في حد ذاته فيه نسبة أو مستوى عالي جدا من المخاطرة والمغامرة من المغاربة. ومع ذلك نرى هذه الاحتجاجات في دليل واضح على أن الوضع الذي يعيشه اليوم الكثير من المغاربة أصبح وضعا لا يحتمل. إذن أنا نظن بأن هذه واحدة من التجليات التي انبثقت عن هذا الوضع المزري الذي يعيشه المغرب على مختلف الأصعدة، ويسعى إلى مواجهته بطريقة أمنية، في حين أن معالجة كل هذه الإشكاليات في اعتقادي هي من طبيعة سياسية بالدرجة الأولى ثم اقتصادية واجتماعية. هل تتفق في هذا السياق أن التطبيع هو القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقال في المثل الشهير، يعني والمسجل بقوة هو حالة الرفض الاجتماعي المتبلورة تدريجيا داخل المغرب؟ وهنا أريد أن أركز على الجامعات، لماذا الجامعات تحديدا، وما معنى أن يصل التطبيع إلى المقررات الدراسية في الجامعات المغربية؟ فعلا أولا يجب أن نؤكد على أن تطبيع المغرب تقريبا لا يشبه أي نوع آخر من التطبيع. كيف ذلك؟ لماذا؟ لأنه أن نصل إلى التطبيع الأمني لدرجة التعاون على المستوى الاستخباراتي، ثم التطبيع حتى كما قلت على مستوى الثقافي ومستوى التعليمي والتربوي والعلمي، فهذا في اعتقادي أخطر مستوى من التطبيع، لأنه ينذر ب الانمساخ إن صح التعبير في الهوية المغربية نتيجة لهذه الحركية اللامتوقفة والمبالغ فيها من التطبيع. كنا رأينا حتى في فترات سابقة بأنه فيه يهود عادوا إلى المغرب يطالبون باسترجاع أراضيهم، وطرد المغاربة من مساكنهم وأعيدت تلك الأراضي إلى اليهود. إذن نظن بأن اليوم المغاربة عندما ينظرون إلى مسألة التطبيع فإنهم يقاربونها من زاوية أنه احتلال بطريقة غير مباشرة، صاروا يدركون تماما بأن منتهيات هذا التطبيع هي أو ستؤول نحو نزع تقريبا السيادة المغربية كليا، ويجد الشعب المغربي نفسه وكأنه بيد حفنة من هؤلاء الصهاينة واليهود، ويصبح مستعبدا من طرفهم. إذن في اعتقادي الذي نراه اليوم هو فعلا نوع من الوعي المغربي الذي قد يكون أتى متأخرا بخطورة هذا النهج المغربي في التطبيع. لماذا الذي أتى متأخر مع أن إحقاقا للحق يعني الأحرار في المغرب يعني منذ بداية التطبيع وهم يقاومون هذه الهجمة التطبيعية الشرسة ضد مؤسسات الدولة وكذلك ضد مقومات المجتمع المغربي؟ يعني حتى نكون واقعيين، أحرار المغرب اليوم ما زالوا يقولون لا للتطبيع وينافحون بقوة. صحيح. هناك من هم في السجون لأجل هذا الموضوع. أقول متأخرا لسبب بسيط أستاذ سليم، هو أنه مرة أخرى أن نصل إلى المستوى الذي ينزع فيه يهودي أرض المغربي ولا يكتشف المغربي ذلك إلا عندما يأتي لكي يطالبه بالأرض، فهذا في اعتقادي دليل على تأخر في وعي ما منتهيات هذا المشروع. أنا لا أقول بأنه في المغرب لم يكن هناك إدراك بخطورة التطبيع، بالعكس كان فيه إدراك، كان فيه رفض للتطبيع منذ البداية. نعم، ولكنه كان دائما عبارة عن ردود فعل إنشائية في شكل مظاهرات. نعم. لم تذهب إلى عمق هذه المسألة، ثم لم تكن مؤثرة، ربما هذا هو الخطر الكبير أستاذ سليم. لم تؤثر على سياسات المخزن على نحو تجعله يراجع حساباته، أو على الأقل يتأخر بضع خطوات في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعم. ما نراه اليوم هو حالة نفسية تعبر عن رفض، تعبر عن رفض متأصل لدى الشعب المغربي للتطبيع، لكل تزكية غير مباشرة وغير معلنة لما يرتكبه الكيان الصهيوني من طرف نظام المخزن، ولكنه في اعتقادي وللأسف أيضا غير مؤثر إلى غاية الآن. ربما إذا استمرت هذه الوتيرة من الرفض، هذه الوتيرة من الاحتجاج، هذه الوتيرة من اختيار أدوات الرفض غير التقليدية كما تسمى، لأنه عندما نتحدث عن المظاهرات فنحن نتحدث عن إمكانية الذهاب حتى إلى المواجهات العنيفة، إذا استمرت ربما ستؤدي إلى بدل المواجهات العنيفة. هل يمكن لمعركة الوعي الجماهيري
داخل الشرائح الكبيرة يعني التي تأثرت بالتطبيع أو بالظروف الاجتماعية الداخلية، هل يمكن لها أن تخلق واقع جديد يناهض هذا الواقع المؤلم؟ إذا استمرت، نعم. إذا كانت مهيكلة، إذا أطرت فعلا بنخب لا تخشى الإجراءات الأمنية، لأنه اليوم نرى قمع، نرى ممارسات عنيفة جدا وردود فعل عنيفة من طرف النظام، وبالتالي قد تكون هذه في حد ذاتها أداة لكبح هذه المظاهرات. إذن ستصبح وتتحول هذه المظاهرات إلى عامل مؤثر، عامل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير أو تراجع على تراجع في الكثير من السياسات، خاصة في شقها المرتبط بالتطبيع الأمني والثقافي مع الكيان الصهيوني، إذا استمرت وإذا أوصلت النظام إلى قناعة بأنه لا يمكن معالجتها أمنيا. مع العلم، هنا نقول ونكرر بأنه من أكثر الأنظمة خطورة على المستوى الأمني والاستخباراتي هو نظام المخزن، وبالتالي المواجهة ليست سهلة تماما. يضاف إلى كل هذا بأنه حتى التنسيق مع الكيان الصهيوني العالي جدا، نظن بأنه أعطى قوة للأسف أكبر للنظام في مواجهة الجماهير. طيب، قبل أن نذهب إلى الملف اللبناني، سؤال أخير. المغرب سيخضع للتقييم الدوري بسبب الاختفاء القسري في الصحراء الغربية، كيف تعلق على هذه الخطوة مع العلم أنها لأول مرة؟ خطوة جيدة ولكنها متأخرة أستاذ سليم. متأخرة أيضا. نعم. لماذا؟ لأنه ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خاصة وأنه إقليم وفقا لأدبيات الأمم المتحدة غير خاضع للحكم الذاتي، بمعنى هو في حد ذاته محتل، منطقيا أن تكون فيه آليات وأدوات لمراقبة حالة حقوق الإنسان والانتهاكات المحتملة للمحتمل. وبالتالي هذه الخطوة التي من شأنها أن تسلط الأضواء على ما يسمى بالاختفاء القسري، هي خطوة جيدة من شأنها أن تجعل المحتل ربما يشعر بنوع من الرقابة، والتي في الأصل يجب أن توسع، لا يجب أن نكتفي بهذا الحد، يجب أن توسع نحو مجموعة من الرقابات الأخرى في تتعلق كلها بملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. طيب، أيضا والوضع في الشقيقة لبنان يعني وصل إلى درجة تقريبا لا تحتمل، نتاج العدوان الصهيوني، حيث أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الثلاثاء أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على بلاده ارتفعت إلى 558 شهيدا و 1853 مصابا. هذا وشهدت قرى وبلدات جنوبي لبنان موجة نزوح كثيف بعد اعتداءات الكيان الصهيوني المكثفة التي طالت مناطق جديدة على مدار يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء. إلى ذلك توجهت موجة النزوح القادمة من الجنوب نحو العاصمة بيروت والقرى الجبلية بعدما باتت البلدات الجنوبية تحت القصف الصهيوني، ومنها قرى وبلدات جديدة مثل السرفند والسكسكية والغازية. إذن دكتور، يعني كما نشاهد اليوم التصعيد خطير جدا في لبنان، في جنوب لبنان وفي أكثر من قرية وبلدة لبنانية، تصعيد بوتيرة متسارعة وقوة نارية هائلة تستهدف القرى والمدن على عكس ما كان يحدث سنة 2006. تفضل. صحيح، أنا أتفق معك تماما في هذا التوصيف، وأكثر من ذلك نحن مقبلون على ربما مزيد من التدحرج، خاصة إذا نظرنا إلى الوتيرة في اليومين السابقين، وتيرة القصف الصهيوني والتي تهدف كما يعلن طبعا في الخطاب الصهيوني الرسمي، تهدف إلى فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة شمال فلسطين مع جبهة غزة. ولكن هذا في اعتقادي ليس السبب الحقيقي، هناك دوافع أخرى ربما نأتي إليها. اليوم المشهد هو مشهد تدحرج، ولكن يجب أن نقول أيضا أستاذ سليم بأنه في 2006 كان فيه قصف لبيروت، بمعنى كان فيه قصف للعاصمة، ومنذ تلك الحرب تأسست قواعد اشتباك جديدة بين حزب الله والكيان الصهيوني، مفادها أن قصف العاصمة سيؤدي إلى قصف العاصمة بالعاصمة. إذن التدحرج سريع
ولكنه إلى غاية الآن ما زال محصورا في مناطق الجنوب، يتجه تدريجيا نحو الشمال، فيما يبدو على أنه ربما محاولة لقياس قدرة حزب الله على الرد، قدرته وقياس قدرته حتى على أين يمكن أن يصل في مدايات صواريخه الجديدة. في هذه النقطة لو تسمح لي دكتور، أن وسائل إعلام الكيان الصهيوني التي تركز جيدا على تحركات حزب الله تقول بأن الحزب حضر للحرب جيدا، ويعني ذلك يعني كما يقولون أننا أمام العديد من الاحتمالات. هل تعتقد أن الحزب لم يظهر وجهه الحقيقي في هذه المواجهة؟ أكيد مازال إلى غاية الآن لم يظهر القدرات الحقيقية، يعتمد على الجانب الدبلوماسي والتسويات دعني أقول مفاوضات غير مباشرة. لم يكن إلى غاية الآن ليس في حديث عن هذه المفاوضات. نعم. أعتقد بأن الخطاب الرسمي للمقاومة فيه شيئين أساسيين، فيه أولا قواعد الاشتباك. نعم. بمعنى إذا كان فيه هجوم عسكري سنرد عسكريا، وفيه ردود يعني فيه استهداف لمطارات عسكرية، لمطارات تستخدم لإقلاع الطائرات بدون طيار، فيه استهداف حتى لمخازن سلاح في الكيان الصهيوني، فيه استهداف لحيفا. كل هذا طبعا أعتقد ذلك عمليات نوعية؟ أكيد بأنها عمليات نوعية، وأعتقد بأنها حتى ستؤثر على القرار. لهذا أنا قلت يعني في معرض الإجابة عن السؤال الأول أن هذه الضربات إلى غاية الآن حتى وإن كانت كثيفة ولكنها تهدف إلى قياس مدى قدرة حزب الله على الرد وقدرته على التحمل. ثم فيه نقطة مهمة جدا يجب أن نشير لها أستاذ سليم، وهي أنه مقارنة بغزة حزب الله، يعني مقارنة بكتائب القسام وحركة حماس في غزة، حزب الله يحارب ويحرك معاركه في بيئة مفتوحة، وهذا مختلف جدا عن بيئة المعركة في غزة، ومن المؤكد بأنه سيكون لديه اختلاف على مسار الحرب مع الكيان في هذه الجزئية. إذن إلى غاية الآن أنا نظن بأنه لم نرى الردود الحقيقية لحزب الله، ولكن في الوقت نفسه الردود التي رأيناها إلى غاية الآن توضح بأنه فيه خارطة وبنك أهداف محدد بدقة، بنك أهداف عسكري، ونظن بأنه حتى الخسائر التي ألحقها حزب الله إلى غاية الآن بالكيان الصهيوني لم يتم تداولها بشكل رسمي، لأنه لكن هناك حديث عن رقابة عسكرية ميزانية 2024 أنها خسائر كبيرة مادية في بعد فتح الجبهة للبنان، يعني الجبهة اللبنانية أقصد. هذا مفروغ منه، وأكثر من ذلك يعني حتى العبء الذي يتحمله اليوم الكيان الصهيوني نتيجة لتهجير يعني بين 200 إلى 300 ألف مغتصب ومستوطن كان موجودا في مستوطنات الشمال نحو الداخل، هذا أيضا عبء مالي وعبء سياسي وعبء اجتماعي وعبء أمني حتى، لأنه يؤدي إلى حتى إمكانية احتمال انقسام داخل المجتمع الصهيوني، وهذه واحدة من الأشياء الأساسية تضاف إلى الأهداف التي يريد الكيان الصهيوني تحقيقها، أن يستعيد الردع وفي الوقت نفسه يستعيد القدرة على إرجاع هؤلاء المهجرين. وهو ما صرح به رسميا اليوم وزير الدفاع الكيان الصهيوني، وقال هنا نتنياهو أمس رئيس الوزراء والحكومة المتطرفة أجمعت على ذلك، أنها لا تريد حرب مفتوحة بل تريد أن تعيد ما يسمى بين قوسين، أو دعني أقول مستوطنين، يعني لشمال فلسطيني المحتل، هم لا يريدون حرب. لكن واقعيا على الأرض ما يحدث، القصف العنيف، القوة النارية الهائلة، توشي بأن هناك ما يحضر ويطبخ للبنان. وهذا قلت بأن هناك دوافع أخرى عدا الدوافع المعلنة. الدوافع المعلنة هي أولا أن نعيد المهجرين، وثانيا أن نفك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة غزة التي ما زالتا إلى غاية الآن مترابطتين، بمعنى ساحتين متماسكتين مترابطتين. نعم. بمعنى إذا أردت أن تخفض من المعارك الموجودة في لبنان ومن ردود حزب الله يجب أن تبدأ بغزة، دون البدء بغزة فإنه المعطى الأمني والاستراتيجي سيبقى على حاله إلى غاية الآن على الأقل. الأهداف غير المعلنة هي شيء آخر، في اعتقادي بأن الأهداف غير المعلنة بالنسبة لنتنياهو هو إعطاء أمد جديد للحرب وأفق جديد للحرب بأهداف جديدة، وكأنه انتهى من بنك الأهداف الموجود في غزة، وفعلا يعني في غزة لم يعد هناك أي شيء يمكن أن يستهدف. أصبحنا اليوم أو أصبح الاحتلال يستهدف المدنيين، يستهدف الخيام، يستهدف النساء والأطفال العزل. إذن وهذه أحد قواعد إسقاط أي دولة في الحرب عندما تستهدف المدنيين. نعم، وبالتالي هو يبحث اليوم عن ساحة جديدة يبرر بها استمرار وإطالة عمر الحرب إلى غاية أن نصل إلى الانتخابات الأمريكية. هذا هو الرهان
الحقيقي في اعتقادي، مع التأكيد على أن الخطاب الرسمي الصهيوني يعني أنا تابعته خلال اليومين الماضيين لا يستخدم كلمة حرب أستاذ سليم، ليس فيه، هو يستخدم عمليات عسكرية من أجل استعادة الردع مع حزب الله، فك الارتباط يعني بين حزب الله. يعني يوصل الرسائل أنه لا يريد حرب مفتوحة مع حزب الله. نعم، لا يريد، لا يريد حربا مفتوحة مع اللبنانيين، هو يقول بأنني في مواجهة مع حزب الله. وهذا الخطاب طبعا أولا يعبر عن أنه لا يريد حربا مفتوحة أو يبتعد عن الحرب المفتوحة، نعم، خوفا من الرد، لأنه إلى غاية الآن لا يعرف ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله في حال دمرت لبنان، وقواعد الاشتباك هنا واضحة. حتى في استهداف المدنيين حزب الله قال بأننا سنستهدف المدنيين. والشيء الثاني هو أنا لاحظت بأنه فيه محاولة لفك الارتباط بين الحاضنة الشعبية اللبنانية بصفة عامة وحزب الله، بمعنى وكأن الخطاب الصهيوني يريد أن يخصص معركته فقط مع حزب الله، فيوصل الرأي العام الداخلي على حزب فعلا، وفيوصل سنة 2006 تحديدا، فيوصل الرسالة للبنانيين بأنه مشكلتنا ليست معكم، ستكونون بخير، ستعيشون في سلام إن تخليتم عن حزب الله. نفس الخطاب الذي استخدم على كل حال في غزة عندما بدأت العمليات، قالوا في أن نحن في مواجهة مع حماس وليس مع الفلسطينيين. وفي الأخير ظهر أن كل الفلسطينيين في غزة استهدفوا صغيرهم، حتى في الضفة الغربية أين لا توجد حماس تماما. نعم، دعني أذهب معك إلى الحراك الدبلوماسي الآن الذي هو على قدم وساق لتهدئة الجبهة اللبنانية أو جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. ترامب يقول اليوم أنه إذا لم تتوقف الحرب في لبنان فإننا على أعتاب حرب عالمية ثالثة، وهذا مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. يعني هل هذا الضغط العسكري الذي يمارسه الكيان الهدف منه هو يعني تحقيق مكاسب داخل الكيان الذي أصبح أيضا يعني أصبح مهلهل إن صح التعبير، نتاج هذه الضغوط، نتاج هذه الجبهات التي فتحها نتنياهو؟ هم يتهمون نتنياهو أنه في كفة وأنهم هم آخرون في كفة أخرى. أتفق تماما، وزد أكثر من ذلك تقديري الخاص أستاذ سليم، أنا أظن بأنه فيه قناعة من طرف حكومة الكيان بأنه فيه فشل. دون الوصول إلى تحقيق الأهداف المعلنة سيكون مستقبل الكيان بصفة عامة بعيدا عن مستقبلهم، يعني أنه هذا مفروغ منه يعني تحصيل حاصل، مستقبل الكيان سيكون في ورطة كبيرة جدا. وبالتالي اليوم هم عندما استشعروا قرب السقوط فإنهم يجرون الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، يجرونهم جرا لكي يدافعوا عنهم في لبنان وفي المنطقة ككل. لأنه يعني عندما نتحدث عن الحرب المفتوحة، ومش فقط الحرب المفتوحة، الحرب الشاملة، لا يجب أن ننتظر ترامب لكي يخبرنا من ذلك. منذ اللحظة التي توسعت أو فتحت فيها الجبهات بصفة عامة، جبهة اليمن وجبهة لبنان وحتى الوصول إلى رفح والاحتكاك مع مصر، كانت الإرهاصات واضحة بأن احتمال الذهاب إلى الحرب الشاملة قائم. ولكن اليوم المعادلة ليست في توسيع الحرب، وإنما هي في توريط الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن الكيان الصهيوني، لأنه يدرك تماما بأنه لن يصل إلى أي شيء. لاحظ بأنه حتى بعد هذه الضربات وبعد هذه الهجمات، نتحدث عن تقريبا 500 شهيد في لبنان إلى غاية الآن في ظرف ثلاثة أيام، وضربناها بتفجير البيجارات، سنجد بأن العدد ربما سيكون أكبر، يعني تقريبا نحن بين 5000 في 5000 بين جريح وشهيد. ومع ذلك لم يفك الارتباط أو لم ينفك الارتباط بين غزة ولبنان. إذن حتى في هذا الهدف هو إلى غاية الآن فاشل في تحقيقه. دكتور حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والعودة إليك سيد أحمد. شكرا سليم لك وللأستاذ حسام حمزة. بختام ملف الدولي نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر مباشرة. سلام.